ايه، انا كنت بقول عليك ان هي نفس تجربه مانشستر. لا 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 اسحب، انا بسحب كلامي يا عم الحاج. انا بس انا عارف ان انت اكتر واحد في الكوكب بتعرف تلمع عن الاستحواذ السلبي، عارف ان انت بتسيب الكره للخصم، وخصوصا لو خصم بيعرف يمسك الكره ما بيعرفش يعمل بيها حاجه، لانه ما عندوش صانع العاب وعنده شويه مشاكل كتيره هجوميا، وسيد الفرق ده احسن اساسا. يعني حتى لو ماسكه الكره هتلاقي المدافع بتاعها بيهوي علشان خاطر انت تتعادل. بس ابداع يا معلم، يعني مثال من ان انا اطلع له ان انت عبقري عشان خاطر توبا درفيلد جاب جون في الدقيقه 80 بدماغه. طب العب كلام كده يا عم الحاج، ما انت قاعد تتفرج على الماتش ولا عملت اي حاجه ولا سويت اي حاجه ولا لعبتك شكلها وحش يا راجل. انت حتى الهجمه المرتده اللي كنت ممتاز جدا فيها هجوميا بقت اللعيبه بتاعتك طلب البركه فيها، وبتعتمد على غلطات المدافعين. بس مش كل مره هتلاعب فرقه فيها دفاع جوردان مصطفي ودافيد لويس وسعيد كولاشيناك، صعب جدا انك تلاقي الجماعه دول موجودين في الفرق كلها، وصعب كمان انك تلاقي حظ ارسنال دول على النحس اساسا. بس ده ما يمنعش انك مدرب كبير، وهتفضل مدرب كبير جدا، وهتفضل واحد من اكتر الايقونات اللي عرفتنا ان الاستحواذ السلبي هو اسوء حاجه في كره القدم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك. هنتكلم عن مباراه ارسنال وتوتنهام اللي انتهت بفوز توتنهام 2-1، واللي ربى توتنهام بنسبه كبيره جدا من وولفرهامبتون ومن شيفيلد. يعني الدنيا بقت بالنسبه لهم يعني في امل ان هم يوصلوا اوروبا ليج. اما ارسنال فارسنال للاسف الشديد هو بيبعد بنسبه كبيره، وخصوصا كمان ان هو عنده ليفربول الماتش الجاي. ارسنال اللي كان لازم يكسب النهارده علشان خاطر يوقف تصريحات جوزيه مورينيو ويوقف حاجات كتيره قوي عند حدها زي نزيف النقط اللي هو الفرقه المره اللي فاتت قدام ليستر سيتي. قدمت اداء بس مع الاسف الشديد الحظ ما ساعدهاش وخسرت نقطتين النهارده. قدمت اداء ممتاز جدا بس الحظ ما ساعدهاش وخسر الثلاثه، يعني ثلاث نقط ضاعوا بالنسبه لهم، وخمس نقط راحوا في جولتين، والدنيا بقت بالنسبه لهم صعبه جدا. بس برضو لو احنا حابين نتكلم عن المباراه هنتكلم عليها تكتيكيا بمنظور بسيط جدا. يعني احنا ما بنحبش نعقد الامور ولا بنحب نحسسك ان في عكه بتتفتح في المباراه او اي حاجه. ارسنال ماركو ارتيتا بيبدا بال 3 4 3 3 4 3 في الحاله الدفاعيه، بنلاقي ان الفرقه نزلت ل 5 4 1 والفرقه كلها تحت الكوره، وبنسيب الكسندر لاجازيت مهاجم وحيد بينزل اوباميانج ناحيه الشمال، وبينزل نيكولاس بيبي ناحيه اليمين علشان خاطر نوقف اي نشاط هجومي لتوتنهام. بس طبعا الكلام ده صعب جدا ان يبقى في نشاط هجومي مع توتنهام وجوزيه مورينيو، هتلاقي ان هم سايبين لك الكوره طول الوقت وبيلعبوا على المرتدات بسرعات سون وسرعات لوكاس مورا وهاري كين. هاري كين اللي النهارده بيثبت ان لا يا جماعه، لما ديفيد لويز يرجع تحت كاستوبر وكليبرو مش هيبقى الموضوع بالنسبه له مظبوط جدا، علشان خاطر لما بيلعب على فلوت قوي بيبان ان هو لاعب عنده مشاكل وعنده ازمات كتير. تقدر تقول ان الشوط الاول كان ماشي بطريقه جيده جدا لحد ما ارسنال بيجيب جون، كرة من ارسنال طول الوقت، ارسنال بيتم احراز هدف عن طريق نيكولاس بيبي، هدف ولا اجمل وتصويبه ولا احلى. الدنيا بالنسبه لهم تكون ظبطت، هنكسب توتنهام على ملعبه، ناخد ثلاث نقط، نطلع بقى ننافس ولفرهامبتون وتشيفيلد. ما تبقاش ارسنال اول، لو توقعت ان السيناريو ده يمشي زي ما هو بالسلكان الغريب ده. طبعا لقيت ان فجاه كده سعيد كولاشيناك ساب كل قواعد كره القدم اللي هي ما ينفعش انك كمساك ترجع كره لورا كتير، لا انا هرجع كره لورا كتير عشان انا بخاف اطلع على قدام فبديها لديفيد لويس. ديفيد لويس اللي فجاه مره واحده كده بيقرر ان هو يغير اتجاهه علشان خاطر يروح يستلم من سعيد كولاشيناك وراه، وسعيد كولاشيناك بيلعبها له في السنتر، بيلعبها له في النص، بيجي لوك بيجي سون ياخدها، ومن حظ ارسنال الحلو اللي هو سون اللي في الحاجات دي عادي ممكن يشوطها في وش الجون، ممكن يشوطها بره خالص، سون بيعملها تشيب بسيط جدا علشان خاطر توصل لواحد واحد. بعد ما وصلت لواحد واحد مرن ساب الكوره، ساب الكوره، هو فضل سايبها لحد وقت طويل يعني. بس في برده كان في شويه فرص بتيجي علشان خاطر دفاع ارسنال فيه مشاكل. يعني مثلا لما تلاقي ان هاري كين بيقدر ان هو يروح ناحيه اليمين ياخد الكوره من شكوردان مصطفى ويروح بيها ويلعبها لسون علشان يجيب الهدف الثاني، بس سون بيفشل في احراز الكوره. بص يا معلم، هو دفاع ارسنال في حاجات كتير قوي بره كتالوجات عالم كره القدم، انك تلاقي مصطفي وديفيد لويس حتى لو بيلعبوا ثلاثه تحت هيكون في مشاكل، يعني هيكون في مشاكل كتيره، وخصوصا ان الثالث بتاعه سعيد كولاشيناك اللي هو اساسا ما يعرفش يدافع. يعني سعيد كولاشيناك لو اتفرجت عليه في الهدف الاول هتلاقي ان دي مشكله بالنسبه لك كلاعب دفاع ان انت ترجع كوره، بس الهدف الثاني بقى سعيد كولاشيناك بيثبت لك ان انا ما بعرفش العب بدماغي، يعني انا ما بعرفش العب بدماغي، وهو كده انترمي سبحان الله. يعني كره اتنين اقصر من بعض وفجاه كده بنلاقي ان توبي طلع من فوقهم وجاب الهدف الثاني، بوم الماتش خلص. هل توتنهام سرق الماتش؟ توتنهام سرق الماتش، بس هل توتنهام كان بالسوء الغريب جدا اللي كان موجود بيه؟ لا، هو على الورق توتنهام شاط 12 كوره زي ما ارسنال شاط 12 كوره، على الورق في اون تارجت 7 مقابل 4، 7 توتنهام على المرمى و4 مقابل ارسنال. على الورق مفترض ان الاستحواذ 62 بالنسبه لارسنال و 38 بالنسبه لتوتنهام، بس مورينيو علمنا ان الاستحواذ ده ملوش اي 60 طلع في عالم جوزيه مورينيو. هل ارسنال تقدر ان انت هدف مايكل ارتيتا؟ الحاجه الوحيده اللي ممكن اعتب عليها ارتيتا هي فكره ان انت تلعب بسعيد كولاشيناك،
مساك تالت، لان الموضوع بالنسبه لسعيد كل شيء ضايع جدا جدا. كفايه عليك ديفيد لويس وكفايه عليك شكوردة مصطفي. لو نزلت سكوراتس بابادوبيلس هتلاقي ان في مشاكل كتير، ولو نزلت كمان روب هولدنج ممكن تلاقي ان الفرقه ناحيه اليمين شغاله بس ناحيه برضه هي بص في مشاكل في بالنسبه لقلوب الدفاع، سواء لعبتها ثلاثه سواء لعبتها اثنين سواء لعبتها خمسه علشان خاطر هم برضه لعيبه سيئه ولعيبه عندهم مشاكل كتيره قوي. اما الشكل الهجومي فالشكل الهجومي النهارده اوباميانج ضيع كوره يعني غريبه جدا، كان مفترض ان هو يخلصها واحد واحد، لا اوباميانج بيضيعها في الوقت اللي هو مش مفترض فيه انك تضيع كوره زي دي. بيب بيقدم شوط اول عظيم جدا، اندركساندر لاجازيت قدم شوط اول عظيم جدا، داني سوبايس قدم شوط اول عظيم جدا، تشاكا قدم شوط اول ممتاز جدا، بيرلين وكيران تيرني قدموا نص شوط ممتازين انما غير كده كانوا سيئين. لعيبه توتنهام تكتيكين كانوا ملتزمين جدا، تكتيكين كانوا عظماء جدا جوه الملعب، بس ما شفناش منهم حاجات بلس. يعني لعيبه بتدافع دافع، اسهل حاجه في الكوره انك تدافع، اسهل حاجه في الكوره انك تدافع تحط 11 قدام الجون، انما اصعب حاجه في الكوره هتحط 11 قدام الجون هيطلعوا بشكل عامل ازاي علشان خاطر يعملوا هجمه مرتده. جوزيه مورينيو كان بيشوف الهجمات المرتده بتاعته في انتر او في ريال مدريد كنا بنلاقي ان في تنوع وان في على الاقل واحد عنده بصيره بيعرف يطلع الكوره من تحت علشان خاطر لما الكوره تطلع للي بيجري ده يكون عارف الكوره جايه له قدامه بالظبط والكوره مظبوطه. انما انت طالع في توتنهام لا، انت كل مره واحد بينزل يصنع لعبه من تحت، واحد بينزل يصنع، بتلاقي لوكسمور نزل، سون نزل، سولسيو زاد مروان بينزل، فجاه بنلاقي ان سوسوكو نزل، مفيش خطه ولا في اي ارتكاز على اي حد عنده بصيره ان هو يطلع اللعيبه دي هجمه مرتده كويسه. يعني هتقول لي ازاي يا ابو التفاهيم، اقول لك الموضوع كان سهل بسيط. السنه اللي فاتت لما كنت بتلاقي ان بوتشينو بيلعب على الهجمه المرتده كان بيبقى عنده ركيزه اساسيه اليكسون هو اللي بص اللعيبه بتاعته جريت خلاص اليكسون طلع لهم الباص الممتاز جدا علشان خاطر يقدروا يحرزوا الهدف، لان معروفه ان اصعب حاجه في الكوره التمريره الحاسمه اللي قبل احراز الهدف. بالنسبه لتمريره حاسمه في توتنهام الموضوع ضايع تماما. ممكن تكون النهارده رجعت قدام فرقه بتعاني دفاعيا وعندها فضايح ومشاكل كوكب الارض كله دفاعيا، بس هل تستمر على الوضع ده قدام في الماتشات الجايه؟ ما اعتقدش، لانك اصعب حاجه بالنسبه لك لما تلعب فرق سايبه لك الكوره، انما اسهل حاجه بالنسبه لك لما تلعب فرقه عندها شويه غطرسه وعندها شويه غرور تخليها ان هي تمسك الكوره قدامك. ده مورينيو بيحب الوضع ده، انما الاوضاع الثانيه اللي انت هتلاقي فيها فرق في الدوري هتلاقي جوزيه مورينيو وتوتنهام عندهم مشاكل كتير، بس مش وقت المشاكل النهارده. المهم ان توتنهام غلب في الديربي. بص يا استاذ منى، غلبت في الديربي فالف الف 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 مبروك، وممكن تعمل لكم شخص اي حاجه. اما بالنسبه لجمهور ارسنال فبص يا اسطى، هي ما تعرفش النادي ده فلوسه حرام، ولا ما تعرفش المدربين بتيجي تعطل في الفرقه، ولا ما تعرفش يا جدع ديفيد لويس هيفضل قدر لحد امتى، ولا ما تعرفش سعيد كولاشيناك هيفضل قدر لحد يعني يوم ما غيرت سعيد كولاشيناك ورحت جبت كيرن تيرني لقوا ان سعيد كولاشيناك يلعب مساك. انا عارف ان الكوكب كله ظلمك والحياه كلها جايه عليك، بس هتعمل ايه؟ ممكن تحط املك على ربنا وتشوف شويه الشباب اللي مع مايكل ارتيتا دول ممكن يعملوا مستقبل كويس للفرقه. غير كده ما تستناش ان ملاك النادي يجيبوا لك صفقات، هم هيفضلوا بالوضع الحالي زي ما هم، وكان الله في العون يا صديقي على ايام المنيله ب 60 نيله اللي انت عايشها. بص مش تخسر حاجه، عملت لي لايك ما انا برضه زيك ساعات كنت بشوف الوضع ده، بس انا من ماتش توتنهام وارسنال بصراحه كنت بشوف ان الاثنين اوحش من بعض وما يستاهلوش ان حد يقعد يشك. بص الف مبروك يا معلم، مش تخسر اي حاجه، عملت لايك وعملت سبسكرايب.